القديمة من داخل جامع بني أمية، جامع بني أمية التاريخي، المجاهدين المرابطين داخل الجامع المتمثلين في الجبهة الإسلامية، أبطال لواء التوحيد الفوج 15، غرفة عمليات أهل الشام، قال لنا منذ فترة سنة ونيف العقيد الشهيد يوسف الجدري أبو فرات إن هذه الدبابات هي ملك لنا، هي ملك للشعب السوري، ولكن عصابات الأسد هي من أخذتها وهي من تضرب الآن وتقصف منازل الشعب السوري. ويؤكد لنا أحد المجاهدين من داخل الجامع الأموي وهو شيخ المجاهدين الأخ أبو عمار كلام الشهيد أبو فرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في الجامع الأموي الكبير نؤكد الرحمة لشهدائنا جميعا، نؤكد كلام الأخ أبو فرات عندما قال نحن نحزن على طائراتنا ودباباتنا. نحن في حلب القديمة لم نفجر الدبابة لأنها من كلنا، حاولنا إيقافها عن العمل حاليا، ونتمنى لو كانت في جبهات الجولان وليست في جبهات حلب، نتمنى ذلك. ولو أن في جبهات الجولان حصار العدو الإسرائيلي لما وقفنا على العمل. الرحمة لشهدائنا، وأوجه كلمة إلى كل المساندين للأسد، إلا كل الشباب السوريين المساندين للأسد. الآن أطبقنا الحصار على قلعة حلب، وإن شاء الله في أعمال تانية وتانية، أتمنى أن يراجعوا أنفسهم وينضموا إلى ركب هذا الوطن، إلى سوريا الحرة، إلى شبابنا المجاهد، أو يلقوا السلاح مع الأسد كي لا نحاسبهم. هو الآن يأخذهم على جبهات الساحل كي يحموا العلويين، كي يحموا آخر حلم للأسد. نحن مجاهدين الجبهة الإسلامية المتمثلين بلواء التوحيد الفوج 15 صامدون في المسجد الأموي، صامدون بإذن الله تعالى، والقادم أعظم. الله أكبر.